إيمانا بأهمية رفع مستوى الوعي حول قضايا البيئة، أطلقت السفارة البريطانية بالقاهرة مسابقة الرياضة من أجل المناخ كواحدة من الفعاليات الاستباقية التي تطلقها السفارة قبيل انطلاق مؤتمر المناخ الدولي الذي تستضيفه المملكة المتحدة في نوفمبر المقبل. أمامنا تحدي لتغير المناخ، أمامنا يعني تحديات، عدد من التحديات، فلهذا السبب عايزين يعني نرتب فعالية هنا في السفارة البريطانية لنسلط الضوء على الاختلاف ما بين الرياضة في الأماكن المغلقة والرياضة في الأماكن المفتوحة من جانب آخر. ومثل ما تعرفون نرى تدهور في أداء بشري خارج، يعني في يعني حالات التلوث والحرارة وهكذا زي كده، فيعني ده نموذج لتسليط الضوء على تأثيرات تغير المناخ في كل أنحاء العالم. وبعد 5 أسابيع من هذه اللحظة هيكون هناك مؤتمر لمكافحة تغير المناخ، نستضيف هذا المؤتمر في غلاسكو في اسكتلندا في المملكة المتحدة بعد هذا يعني شهر وأسبوع فقط. وعلى مدار يومين تنافس طلاب من عدة جامعات بريطانية ومصرية في القيام بتمارين داخل وخارج الصالة الرياضية في محاولة لشرح أثر تغير المناخ على النشاط اليومي للإنسان. لقد أتينا إلى هنا كي نشارك في الفعالية التي تهدف إلى رفع الوعي بتأثير التغيرات المناخية، ومن المهم أن يفهم كل شخص على وجه الأرض مدى تأثير تلك التغيرات على حياتنا، لذلك شاركنا بفريق قوي في المنافسات ونأمل أن نفوز بها إن شاء الله. التغير المناخي مؤثر بتأثير كبير قوي على الرياضة، فحبينا نتشارك مع سفارة بريطانيا اللي احنا نعرف الناس الفرق بين التمرين في الاندور، عملنا يوم نفس الورك اوت عملناه في الجامعة عندنا، وعملنا النهاردة التمرين في اوت دور. مبسوطة قوي، وكمان انا فخورة بنفسي وفخورة بالتيم ميتس بتوعي ان احنا عملنا اداء مميز. حسينا ان في هدف كويس قوي ان احنا كأثليتس ناس بتتمرن في رياضات كتيرة قوي 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 ما بنقدرش نشارك فيها غير هي أو الدور، لازم هنتعرض للمناخ، فتغيير المناخ هيبقى ليه دور كبير جدا علينا إحنا كناس بتتمرن. بفكرة بسيطة أوضحت تلك المنافسات مدى تأثير تغير المناخ على حياتنا، إذ تعد الرياضة من أجل المناخ واحدة من عدة مبادرات تطلقها السفارة البريطانية بالقاهرة لزيادة الوعي وتشجيع الشباب على القيام بدورهم في خدمة البيئة. علي عامر، NBC مصر.